أسر ضابط كبير من وحدة الجفعات الإسرائيلية هو صورة النصر التي سعت إليها حماس في غزة وخشيت منها إسرائيل. واليوم 24 من الجرف الصامد الذي كان قد أريد له أن يكون بداية نهاية الحرب تحول إلى بداية أكبر تصعيد جنوني من طرف إسرائيل، التي استشاطت غضبا وشراسة وغضبا وهستيريا بعد إعلان اختطاف الضابط هادار جولدن ومقتل جنديين، ليصل عدد قتل الجنود إلى 63 جنديا. وبعد ساعتين من هدنة كانت معلنة لمدة 72 ساعة، حولت إسرائيل غزة والمناطق الحدودية إلى شعلة سحاب سوداء بعد قصف مكثف عليها، وأغلقت المناطق الحدودية في وجه الصحافة لإخفاء خططها ونتائج ممارساتها. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي بحث التطورات مع المجلس الوزاري الأمن المصغر هدد حماس بتدفيع ثمن باهظ وأبلغ موقف بلاده لأمريكا، وراحت إسرائيل تخير حماس ما بين إعادة الضابط المخطوف أو تحمل إحراق غزة. لا يمكن أن ندير أي نوع من المحادثات مع حماس وقيادتهم، بل يجب علينا ملاحقتهم كما تمت ملاحقة بن لادن. هادار جولدن هو الضابط الإسرائيلي الأسير ويلقب في الجيش نقيبا في 23 من عمره، من عائلة متدينة من كفار سابا. كان قد صرح قبل دخوله إلى الحرب في مقابلة مع القناة السابعة للمتطرفين اليهود أنه كبر على حب إسرائيل والتضحية لها. اختطافه يشكل ضربة كبيرة لإسرائيل، والتحقيقات الأولية تؤكد من جديد القدرات الحمساوية في المعركة، فقد نصبت خلية كمينا لوحدة جفعات، ولدى اقترابها من فتحة نفق وقعت مواجهات تخللها انفجار في المكان. يدعي الجيش الإسرائيلي أن انتحاريا فجر نفسه، وفي هذه الأثناء استغل المقاتلون الوضع فاختطفوا الضابط وأدخلوه إلى النفق واختفوا. القيادة الإسرائيلية قررت فورا تصعيد عملياتها بشكل غير محدود وسط مطالبة اليمين بمحو غزة. يجب استمرار الحرب بما يشمل توسيع العملية البرية من أجل وضع حد لخطر الأنفاق والصواريخ على الإسرائيليين. وفي هذه الأثناء انتشرت عدة وحدات من الجيش في مناطق تدريبات عسكرية في الجنوب والجولان، وقد حرصت قيادته على الإعلان أن هدف التدريبات هو ما يشبه إعادة احتلال قطاع غزة من جديد. عملية اختطاف الضابط أدخلت إلى ساحة الصراع تحديات وتوازنات ومعادلات جديدة، ليس فقط بين حماس وإسرائيل إنما في إسرائيل نفسها. وعلى نتنياهو أن يفسر اليوم لماذا لم يتجاوب مع طلب حلفائه الأمريكيين بوقف إطلاق النار والانسحاب من طرف واحد قبل عملية الاختطاف. أمال شحادي من مدينة حيفا.